اليوم عملنا انطلاقه من اقليم سيدي قاسم اللي هو اقليم يعني فلاحي بامتياز، معروف بالفلاحه ديالو، واحد الجهه اللي كتلعب دور كذلك طلائعي في انتاج الفلاحي في واحد العدد ديال المنتوجات. انطلاقه ديال الموسم الفلاحي باش ان شاء الله نتمنوا امطار الخير تكون سنه متميزه، موجود البذور المختاره اكثر من 2,200,000 قنطار اللي موجوده، 680,000 كذلك طن ديال لي زونغري اللي هي موجوده، وغادي نوصلوا ان شاء الله 635,000 هكتار ديال المسقي بالغوت اغوت باش في اخر السنه ديال 2020 باش نكونوا يعني فتنا الهدف ديال مخطط المغرب الاخضر فيما يخص يعني هذا الرقم. السنه اللي غادي تسالي الان كانت سنه ما يخص الامطار متوسطه، عطات واحد النتيجه ديال تقريبا 52 مليون قنطار ديال البذور ولكن ديال الحبوب، ولكن الحمد لله كان انتاج جد مهم قياسي ديال الزيتون تقريبا زاد 22%، وكذلك انتاج قياسي ديال الليمون اللي تزاد 15%. نتمنى على الله انه الخير يكون ديال الشتاء ديال مولانا، وكذلك انه كنتسناو بانه هذه السنه غادي يكون منتوج ديال التمور احسن بكثير بالنسبه للسنه الماضيه، وغادي يكون اقل انتاج يعني فيما يخص الزيتون وفيما يخص الحوامض، الشيء اللي يمكن يكون عنده انعكاس ايجابي على الاثمنه، وهذا الشيء كيجي من يعني انه لي سيكل عام كيكون مزيان بزاف وعام كيكون قل. ونتمنى على الله انه يعني الشتاء تكون بخير باش السنه المقبله تجيب لنا يعني منتوج اكثر ان شاء الله.